في فقرة ضيف اليوم سنتناول الملف الليبي والضربات الجوية الأمريكية اليومية ضد معاقل داعش بسيرت الليبية. وللمزيد يسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد بن حمو خبير في الشؤون الأمنية. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا لينا. سيدي لماذا هذا التدخل الأمريكي في هذا التوقيت بالذات بعد طول اعتزال بالشأن الليبي؟ فعلا هو تدخل جاء قد يبدو مفاجئا، لقد طال انتظاره وطالت الإشارات كذلك إلى إمكانيته. نحن نعلم بأن هذا التدخل لم يتلقاه جميع الفرقاء الليبيين يعني بإيجابية، وأنه كذلك يعني تدخل جاء وإن كان بطلب من حكومة الوفاق الوطني، ولكنه يعني تدخل يأتي بعد أن يعني بلغت الحرب على داعش في سوريا والعراق إلى مراحل متقدمة، وبعد أن بعثرت الكثير من الأوراق والموازين في هذين المسرحين من العمليات. ثم هناك تخوفات من كل ما اعتبر عودة للعديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا. نحن نعلم بأنه خلال هذه السنة ارتفع عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يعني يتواجدون بليبيا، وبالأساس بالشريط المتوسط إلى قرابة 7500 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، في حين أن عددهم قبل سنة من الآن لم يكن يتجاوز 3500. ثم هناك يعني مع الضربات التي أصبحت توجه لهم لوحظ بأن العديد منهم أصبح ينتقل من الشمال نحو اتجاهات أخرى بالأساس في الجنوب الليبي. لذلك جاءت دكتور محمد تضاعف مع الضربات الجوية الأمريكية في العراق وسوريا. أكيد أن هذا الرقم فعلا تضاعف، لأن هناك لوحظ بأن العديد من هؤلاء استطاعوا يعني الخروج من سوريا والعراق، ويعني الانكفاء إلى واتخاذ ليبيا كملجأ، فبالتالي هي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بعض الدول الغربية التي لها يعني توجه في هذا الاتجاه لضرب كل إمكانية لداعش لتستقر أكثر في ليبيا ولتجعل من ليبيا نقطة انطلاق جديدة. فبالتالي يمكن اعتبارها بأنها عمليات موازية لكي لا تتمكن داعش من الحفاظ على ملاجئ لها بليبيا. نحن نعلم بأن هناك تركيز بالأساس الآن على يعني المعقل الذي هو سيرت، وأن المعركة الآن هي معركة تدور حول سيرت مع كل ما لرمزية يعني نجاح وكسب هذه المعركة. طيب بعد 3 أيام دكتور محمد، ما تقييمك لهذه العملية في مدينة سيرت؟ لا يمكن يعني بأي حال أن تكسب أي حرب من خلال ضربات جوية. نعم. الحرب يعني هي كل حرب هي بحاجة إلى يعني كذلك حرب أو تحرك بري. نحن نعلم أن هذه الضربات الجوية كان الهدف منها هو إضعاف قدرات داعش بسيرت، وكذلك يعني قطع كل سبل التمويل وتفكيك كل يعني ما يمكن أن اعتباره سبل للتواصل لداعش، وجعل هذا التنظيم يعني يكون في ميزان قوى أضعف بالنسبة للقوات البرية التي تواجهه. طب حاليا من يقاتل على الأرض داعش؟ هناك تدخل أمريكي فعلا حالياً. هناك إشارة إلى الجيش الليبي، ولكن نحن نعلم بأن هناك العديد، أكيد أن هذه العملية تتم تحت غطاء يعني البنيان المرصوص، ولكن نعلم بأن الكثير من الفرقاء هم داخل هذه المعركة، وإن كان الغطاء الشامل هو غطاء الجيش الليبي، ولكن بالمقابل نحن نلاحظ بأن هناك يعني فرقاء ليبيين آخرين لهم موقف ربما عبروا عنه بأنه موقف غير راضي، وربما ضرب كذلك في شرعية حكومة الوفاق الوطني بطلب هذا التدخل. فبالتالي هل برأيك هناك كانت أمريكا بحاجة لطلب ليبي لتتدخل عسكريا في سيرت؟ هذا فعلا ما يشار إليه من طرف البعض. هل هو يعني طلب ليبي أم فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بحاجة إلى غطاء
وانها شرعية. يعني فرضت اجندتها على الحكومه الليبيه في جميع الاحوال. نحن نلاحظ بان الولايات المتحده الامريكيه كانت ولا زالت عازمه على هذا التدخل. لقد سعت من قبل الى محاولات لضربات جويه يعني بطائرات بدون طيار، وكانت هناك العديد من المؤشرات هي الان يعني بحاجه، ولذلك هناك تركيز بالاساس على سرت، مع العلم بان ما يحدث الان هو ان العديد من المقاتلين الارهابيين المنضوين تحت داعش يعني انسحبوا الى جنوب ليبيا، وبالتالي يعتبر جنوب ليبيا هو الثقب الحقيقي. ويعتبر برايك هل هناك احتمال ان تتقل الحرب الى جنوب ليبيا وان تاخذ؟ أكيد أن يعني العديد من المؤشرات تفيد بأن هذه الضربات لن تتوقف عند سيرت وعند الشريط المتوسطي. إذن ليس هناك لا جدول زمني ولا مكان محدد. ليس هناك جدول زمني لهذا التدخل، وليس هناك كذلك يعني مجال محدد لهذا التدخل، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان هذا التدخل يعني يمكن اعتباره بين قوسين شرعيا ما دام هو بطلب يعني الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وإن كان هناك تضارب للشرعيات داخليا، ولكن يعني هذا التدخل يظل تدخلا أمريكيا لأنه خارج غطاء أممي، ويفيد بأن هناك يعني رغبات من دول أخرى للتدخل كما هو شأن بالنسبة لإيطاليا والعديد من الدول الغربية التي تريد يعني إيقاف، وبالأساس إيطاليا التي تجد نفسها معنية مباشرة سمحت باستخدام قواعدها العسكرية والمجال الجوي تماما، وتستعد ربما للتدخل بدورها إن حظيت يعني بطلب مماثل. يعني هل هناك احتمال أن تتوسع الحرب ويتدخل أعضاء الحلف مثلا؟ أعتقد بأن يعني هناك إمكانية أن لن يتدخل كل أعضاء يعني التحالف الدولي في سوريا والعراق، ولكن ما اعتقد بان يعني ايطاليا بالاساس وربما فرنسا وبريطانيا قد يعني هي الدول التي احتمال ان تتدخل، ولكن الضربات كما تفضلت في السابق ستطال مناطق اخرى بالاساس يعني في الجنوب. لقد لوحظ بان يعني الجنوب كان هو النقطه المنسيه من يعني في كل القراءات الاستراتيجية بالنسبة لليبيا، وربما لعدم يعني تشكيله لخطورة مباشرة. طيب ماذا عن مواقف الدول الجوار الليبي؟ نحن نعلم بأن دول الجوار الليبي لها يعني مواقف ربما بالنسبة كما هو واضح من خلال مواقف تونس والجزائر بأنها مواقف رافضة لكل تدخل أجنبي، وهي مواقف يعني عبرت عنها بشكل واضح لما تراه من تداعيات لهذا التدخل الأجنبي على وضعها الأمني وعلى كذلك إمكانيات يعني هروب أو لجوء بعض المقاتلين الإرهابيين بداخلها. لذلك نلاحظ بأن الجزائر وتونس في هذه يعني الساعات والأيام الأخيرة يعني تقوم بعمل مشترك على الشريط الحدودي الغربي لليبيا وشريطها الحدودي مع ليبيا، درءا لأي تسلل يعني مقاتلين إرهابيين بداخل ترابهما. ثم هناك مصر التي لها يعني أكاد أقول حل وجدته في المنطقة الشرقية، وهو عبر الجيش الذي يقوده حفتر، وبالتالي فهي تؤمن هذه المنطقة بالشكل الذي يضمن ويحمي مصالحها. أكيد أن الجنوب يظل يعني الفضاء الرخو ويظل يعني الشريط الذي المتمطط الذي يعتبر يعني فضاء رماديا، وربما أنه هو الشريط الذي سيمتص الكثير من هؤلاء المقاتلين في لجوئهم إلى المنطقة التي كانت ملاذا للحركات الإرهابية خلال يعني العقدين على الأقل الأخيرين أو أكثر، وهي منطقة الساحل والصحراء. طيب ما هي تبعات
تداعيات الضربات الأمريكية في المشهد الليبي بشكل عام؟ هي بالنسبة يعني اللي في سرت بالأساس فهي أولا يعني كسرت وستكسر موازين القوى لفائدة يعني الجيش الذي يعني يلي وله ولاء لحكومة الوفاق الوطني، أو على الأقل هذا هو ما هو يعني ظاهريا، وبالتالي سيغير يعني المعادلات الأرضية، ثم سيمنح للحكومة حكومة الوفاق الوطني يعني شرعية كذلك عسكرية من خلال رمزية استعادة سرت وطرد داعش. ثم هناك يعني لا محالة مرحلة ستجعل ربما من الجيش الذي يقوده حفتر ومن إرادة حفتر في فرض سيطرته الميدانية أن يكون هناك نوع من التكافؤ الذي قد يسهل نوعا من الحوار أو الوفاق بين الأطراف. في جميع الأحوال يبدو أن هذا الأمر يعني أو هذا الهدف صعب المنال. يبدو أن العمليات الضربات الجوية ومعها العمليات يعني العسكرية البرية لن تفضي إلى حل قريب، لأن لاحظنا بأن يعني ما تم إلى غاية الآن يعني تحليل هذه الحرب مع داعش ربما يعني أخضع إلى أنها على كما أنها حرب يعني تقليدية بين يعني جيوش نظامية، وهذا غير صحيح. نحن في حرب لا تماثلية بين جيوش نظامية من جهة ويعني مجموعات تلجأ بالأساس إلى حرب للعصابات، وبالتالي يعني هي قراءة قد تدخل في المرحلة الحالية. أولا إلى عودة هذا التنظيم إلى استخدام الأساليب المعروفة لدى التنظيمات الإرهابية، وهي يعني السيارات المفخخة، العمليات الانتحارية. وما نلاحظه الآن هو أنه يعني زرع للعديد من العبوات الناسفة ونشر للعديد من القناصة في العديد من المرات، فبالتالي هي حرب قد تطول. وفي جميع الأحوال نحن دخلنا في مرحلة ستعرف انتشارا لهؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة ولجوءهم إلى العمل الذي قاموا به إلى غاية الآن، وهو التنظيم في خلايا صغيرة وفي تنظيمات صغيرة. قد تكون يعني هذه المرحلة تؤشر إلى أننا ندخل في مرحلة سواء من ناحية التنظيمية أو الهيكلية أو الإيديولوجية، أو حتى قد ندخل في مرحلة ستعرف ميلاد تنظيمات إرهابية جديدة بأسماء جديدة، ربما أنها يعني قد تكون مرحلة ما قبل نهاية داعش كما عرفناها إلى غاية الآن، ولكنها للأسف الشديد ليست نهاية الإرهاب في المنطقة. هي مجرد تغيير أسماء دكتور، ليس كذلك؟ وأعتقد بأننا للأسف الشديد قد نكون في المنطقة كما في العالم في مرحلة ما قبل الزوبعة الإرهابية وما قبل يعني ضربات. قد للأسف الشديد تطال الكثير من دول المنطقة، خاصة في غياب أي تعاون جدي وفي غياب أي استراتيجية حقيقية لدول المنطقة لمواجهة هذا التهديد الجماعي، وفي غياب كذلك أجندة موحدة داخل الفضاء المغاربي. نحن نعلم أنه مع استمرار الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر والمقاربة الجزائرية التي تقوم على إبعاد المغرب، والمقاربة كذلك الجزائرية التي يعني هي مقاربة تقوم يعني على إدخال الشأن المرتبط بالأمن في المنطقة كأنها يعني هي المسؤولة عنه، فهذا يعني هذا المقاربة الإقصائية غير مفيدة إطلاقا في مواجهة هذا التهديد. طبعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن دعم معركة الحكومة الليبية ضد داعش يصب في مصلحة الأمن القومي، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ نحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ربما ذكريات سيئة في ليبيا، وخاصة يعني العملية التي طالت السفير والسفير الأمريكي الذي ذهب ضحية يعني الأوضاع الأمنية والاعتداء الذي عرفته ليبيا، وبالتالي كذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية
التي لاحظت أنه في تأخر أي تدخل وتردد كذلك في موقفها يعني بسوريا بالأساس جعل روسيا تقلب المعادلة داخل هذا الفضاء، فبالتالي هي تسعى وأمام ضعف موقفها الآن في سوريا والعراق وأمام غياب نتائج كذلك لمدة عام أو أكثر لم تحقق أي نتائج على الأرض. فعلا فهي الآن تسعى ربما في هذه المرحلة إلى تحقيق بعض النتائج التي يمكن من خلالها. طيب في هذه المرحلة يرى بعض المحللون أن سيرت أصبحت ورقة سياسية لها دور بارز في الانتخابات الأمريكية، ما تعليقكم؟ أعتقد بأنها يعني كذلك لأننا على يعني مرمى حجر من الانتخابات الأمريكية، ويعني في هذا الزمن الانتخابي يعني الحزبين وبالأساس يعني الديمقراطيون بحاجة إلى مكسب يمكن أن يقدم يعني للناخبين الأمريكيين. نحن نلاحظ بأن يعني المرشح الجمهوري له مواقف خاصة به وله كذلك يعني ربما استغلال لكل يعني ما الهزائم أو الإخفاقات التي يعني تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هي فعلا ورقة قد تستغل في زمن أصبح فيه الحرب على الإرهاب هو شعار جميع الدول، وخاصة وأننا فعلا في هذه المرحلة وللأسف الشديد قد نكون دخلنا في عقد جديد سيكون يعني ما يؤشر على يعني على 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 هذا العقد هو الإشكال المرتبط بالإرهاب، لأننا يعني ندخل في مرحلة اللا يقين وفي مرحلة الشك وندخل في مرحلة التهديد الأمني سيظل هو الطاغي فيها على الأقل بالنسبة للعقد أو العقدين المقبلين. نعم الدكتور محمد بن حمو خبير في الشؤون الأمنية، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات. شكرا. مشاهدينا الكرام للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت من ntv.com. تحية طيبة لكم أينما كنتم.